كما تلاحظون وترون مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحي ثنية بغردايا يحيي هذه المناسبة الطيبة الكريمة، مناسبة مولده عليه الصلاة والسلام، على غرار مساجد الجمهورية وعلى غرار ما هو في العالم الإسلامي تقريبا، بإحياء هذه المناسبة وبث روح المحبة في أبنائنا وشبابنا، وذلك من خلال محاضرات ودروس في السيرة النبوية، من خلال قصائد ومدائح مأثورة عن الصحابة وعن السلف الصالح رضي الله عنهم، تذكر محاسن وأخلاق وشيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمسابقات في السيرة النبوية وفي الأحاديث النبوية، بلقاءات وحفلات كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك الأجواء بحمد الله سبحانه وتعالى أجواء طيبة ومباركة. هذا الشهر شهر الذي فاضت فيه بحار الأنوار بميلاد الحبيب المختار، تفرح وتستبشر بقدومه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وكيف لا وهو النعمة المزداه والرحمة المزداه، هو النعمة المزداه والرحمة المهداه، كما قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الذي وصفه الله عز وجل وأثنى عليه بخلقه السامي وأدبه الرفيع، حيث قال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الذي بعثه الله عز وجل رأفة ورحمة بالمؤمنين، حيث قال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحتفل بهذا المولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام من شهر، يطلع شهر ربيع الأول حتى يوم مولده، وفي ليلة مولده نحتفل من صلاة العشاء، من صلاة المغرب حتى صلاة الصبح، نقرأ القصائد والبردة ودروس بعض الأساتذة والأئمة يلقون دروس عن سيرة دروس الرسول صلى الله عليه وسلم.